أكثر من 30 شخصاً يموتون يومياً ويصاب طفل كل دقيقة، فيما تجاوزت الوفيات أكثر من 1500 خلال الشهرين الأخيرين، وتوقعات أن يصل عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا لأكثر من 300 ألف حالة، أرقام تتصاعد بشكل كارثي وعداد الضحايا لا يميز بين طفل أو كبير. تحذيرات متوالية واستجابات محدودة على كافة الأصعدة، يسقط الضحايا بشكل متوال ويموتون بصمت بعد أن عاشوا كأرقام غير مرئية على هامش الصراع الإقليمي والدولي وجشع السلطة الممزوجة بدماء الأبرياء، من الحديدة الأفقر والأكثر جوعاً إلى صنعاء العاصمة الموبوءة بالميليشيا، وصولاً لأقصى ريف أبيان ولحج وفي عمق جبل ريمة ووصاب ومديريات تعز المكلومة بالموت والضالع وفي سهول حجة ووديانها وعمران وإب والمحويت وغيرها من المناطق باتت الكوليرا تستوطن أجساد اليمنيين الهزيلة. فشل المجتمع الدولي في محاصرة وباء الكوليرا ومعالجة المصابين في اليمن، كما فشل منذ أكثر من عامين في إعادة الحياة والأمن والاستقرار لبلد يستخدمه الإقليم كأداة للتنفيس عن احتقاناته وصراعاته المدمرة. لم تعد أصوات الأطفال المبحوحة ولا نظراتهم المنكسرة وهم على أسرة المرض تؤثر في مشاعر العالم المتخم، ولم تستطع الأمم المتحدة ومنظماتها المتعددة العاملة في اليمن الحد من انتشار الوباء أو تقديم الأدوية والمعدات اللازمة للسيطرة على تداعيات الكوليرا الكارثية، ولم يملك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن براين غير القول إن الوباء كارثة من صنع الإنسان تتحمل مسؤوليتها الأطراف المتحاربة وداعموها الدوليون، وقال سواء الأطراف على الأرض أو من يعملون بالوكالة عليهم جميعا أن يعترفوا بأن هناك مسؤولية مشتركة عن كارثة إنسانية من صنع الإنسان تلك التي نشهدها في اليمن في الوقت الحاضر. بالأمس كانت الحكومة اليمنية تعلن حالة الطوارئ في 5 محافظات جنوبية، وليست تلك المرة الأولى، حيث سبق أن تم إعلان العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا منطقة منكوبة، غير أن شيئا لم يتغير على الأرض. تستمر معاناة اليمنيين ويستمر تحالف الجوع والفقر والمرض ضدهم، وتبقى حياتهم ومستقبلهم تحت رحمة ميليشيا الحوثي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتحت رحمة الفشل وغياب الفاعلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.